لقاء ونسميه احنا عرس الانتقال التاسيسي لجامعه التغيير المدني التونسيه. الجامعه التغيير المدني التونسيه هي جامعه تضم البلديات التونسيه. اليوم في هذا اللقاء اردنا اللي هو لقاء تاسيسي اردنا من خلاله دمقراطة النظام الاساسي للجامعه التقنيه المدنيه التونسيه حتى تكون اكثر تشاركيه وحتى تكون اكثر ملائمه للاوضاع الحاليه الموجوده في وسط البلاد. نعرفوا النظام الاساسي السابق هو كان في البلديات موجوده بصفاتها 12 بلديه بصفاتها ورئيس بلديه تونس هو رئيسها وينص على هذا القانون. اليوم باش ندخلوا في سباق مع بقيه البلديات حول رئاسه الجامعه وكذلك حول تمثيليه مختلف البلديات في الهيئه المديره وفي الهيئه الموسعه للجامعه الوطنيه للمدن التونسيه. اليوم حاضرين معنا اكثر من 280 بلديه، اعتقد قريب 290 بلديه اللي حاضرين معنا في هذا اللقاء. سيقع عرض فيما بعد مختلف المشاريع اللي هي مشاريع في نطاق التعاون مع مختلف الشركاء الاجانب والتوانسة لارسال مشاريع داخل مختلف البلديات خاصه في الولايات وفي الاماكن الداخليه. باش يقع عرض هذا، باش يقع كذلك عرض التقرير المالي، ثم النظام مسودة النظام الأساسي للتصويت على مختلف الفصول فصل فصل، ثم برمته، ثم جلسة انتخابية لانتخاب الهيئة المديرة الجديدة والهيئة الموسعة أو الهيئة الإدارية للجامعة الوطنية للمدن التونسية. بلدية القيروان كما تعرف احنا نعيش فترة جديدة ومعنا تجربة جديدة في الحكم المحلي، بالطبع بكل ما هو جديد بمشاكل وصعوباته، واحنا الأمل نتاعنا في الجامعة هذه أن ستكون صوت البلديات ونوع من النقابة أو اللوبي باش تبلغ صوت البلديات للسلطة المركزية وتحاول باش تدلل خاصة المشاكل اللي يعترضوها توا العديد من المجالس البلدية، وكما عندكم توا عشرات المجالس المهددة بالحلال. وهذه الأمل نتاعنا أنه ستكون هي المدافع والمبلغ بصوت البلديات حتى غيره، لان المنظومه الجديده بكل حسناتها فيها العديد من السلبيات، فاحنا نحبوا الطموح بتاعنا باش نغيرها ان شاء الله. بعاصمتها بمراكز كذلك الولايات وبمختلف البلديات الموسعه والبلديات الصغيره والبلديات الحدوديه نريد ان تكون فيها اكثر تمثيليه للبلديات، ان تكون صوت البلديات والتي ستعبر بوحدتها وقوتها وانصهار كل بلدية في أخرى، وكل بلدية تصبح قاطرة للبلدية الأخرى. بهذا الانصهار تصبح مؤسسة قوية فاعلة قادرة أنها تقترح تنقيح القانون الجماعات المحلية، قادرة أنها تفرض جهاز تنفيذي تابع للبلديات، قادرة أنها تكون أكثر فاعلية على مستوى الواقع. هذا اللي نرجوه من هذه الجامعة، إلى جانب بعض مشاريع تنموية لدعم المركزية وكذلك في تحسين قدرات مختلف المستشارين البلديين ومزيد تمكينهم في بلدياتهم. تمويل الجامعة هي اشتراكات من مختلف البلديات للسير الإداري والعادي للبلدية، ولكن كل المشاريع كما تكونوا موجودين معنا باش تعرفوا شنو نعملوا قبل التقرير الأدبي، أي كل معظم المشاريع هي في نطاق الكوبيراسيون أو التعاون المركزي بين مختلف البلديات ممثلين في الجامعة التونسية ومنظمات دولية كنا ذكرناها في تقريرنا، كذلك بعض البلديات الأخرى اللي عندنا معاهم أو مؤسسات مشابهة للجامعة الوطنية للمدن التونسية، جامعات أخرى أوروبية فرنسية عندنا سويسرية كندية كذلك اللي هي داعمة لهذا الانتقال الديمقراطي ولإرساء الحكم المحلي واللامركزية في تونس. عندنا مشاريع دعم خاصة البلديات الصغرى داخل الولايات منذ سنة 1976. أي ولكن كما ذكرت أنا في كلمتي الجامعة كانت الهيئة المديرة هما بلديات 12 بلدية بصفتها،
مراكز ولايات بصفتها هي اللي كانت موجودة في الهيئة المديرة. اللي نعمل فيه احنا اليوم هو تماشي الجامعة مع الدستور 2014 ومع مجال الجامعات المحلية، بمعنى أن يكون أكثر بالجهد ممثلة أنه كل من فيها منتخب. هذا التمشي اللي قاعدين نعملوا فيه، اي انه احنا اليوم ما جبناش تصور للحكم المحلي الجديد، ولكن هي جامعه، هي مؤسسه تدافع على مصالح البلديات وليست نقابه تدافع على رؤساء البلديات. واحد، اثنين، هي جامعه تكون صوت البلديه، صحيح بلديه عندها مشاكل. هذا لا يخفى على احد انه بلديات وربما مش الناس تقول كيف يعني فما اختلاف تفاوت، فما تفاوت بين بلديه ممكن، فما شفت بلديات انه حتى الاعتمادات الاولى للسير العادي للعمل ما فماش بلديات اللي تدفع في التنميه ولكن ما عندهاش، ولكن هذا موضوع اخر. انه يكون اليوم لدينا اطار يجمع كل رؤساء البلديات يكون صوته عالي بوحدته ويكون صوته عالي بتلائمه ويكون صوته عالي في تناسقه مع بعضه باش ينجم يقدم مقترحات جديده، باش ما نقعدوش كل واحد معناه عنده التصور ويحب يوصله ونكونوا في اختلاف. اي قوه هذه الجامعه واللي قلت هي موجوده من قبل في توحيد كل مجهودات البلديات. المواطن يعرف شنو مشاكل البلدية، لازم يعرف الواقع نتاع البلدية.